باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في الحلقة الثانية من كنوز الكتاب المقدس، الآية بتاعتنا اللي بنتأمل فيها من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى أصحاح 3 آية 14 و15. بتقول الآية: نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت للحياة لأننا نحب الإخوة. هنا حدد إن المحبة هي شرط الانتقال من الموت للحياة، ومفيش حياة من غير المحبة. وبعدين يقول لنا: من لا يحب أخاه يبقى في الموت، يعني اللي ما بيحبش هو ميت، ميت موت أبدي ومش هياخد الحياة الأبدية. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفسه. دي حاجة تالتة، قاتل دي كلمة صعبة، إزاي يبقى قاتل؟ وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. يجي لكلمة قاتل نفس، قاتل نفس دي لأنه بيكره أخوه، فمش عايز، مش عايزه في سكته، عايز يزيحه، عايز له الضرر، مش عايزه يعيش معاه. وده المثال اللي موجود في الإنجيل، اللي الإنجيل ادهولنا عن قايين وهابيل، ازاي ان قايين كان شرير، فما كانش عايز اخوه معاه في الطريق، فعايز يزيحه من طريقه خالص، فقتله، ذبح اخاه لانه كان شرير. وليه ذبحه؟ لانه كان فيه شر جواه واعماله شريره، اعمال اخيه بره، فهو عايز يبقى هو لوحده، مش عايز حاجه توبخه، لا محبه ولا قداسه ولا طهاره، عايز يعمل الشر براحته، وعشان كده قتل اخوه وزاحه من طريقه. يبقى الكراهيه هي عباره عن واحد عايز يبقى لوحده، مش عايز حد معاه خالص، وعايز يزيح من سكته اي حد، ومش عايز يقبل حد ولا يحتمل حد، حتى لو مات اخوه او جاره او زميله اللي هو بيكرهه. وعشان كده هو كاره الحياة. الله عايز الحياة وعايزنا نبني ونخلص نفوس ناس عشان تحيا. وانا لو حابب الحياة انا هيبقى في حياة، ولو انا مش حابب الحياة وكاره الآخرين ومش عايزهم يحيوا معايا، جوايا هيبقى في أحقاد وأوجاع هتقتلني أنا كمان وتدمرني أنا كمان، لأن نعمة ربنا مش هتحل عليا. الله خلق البشر عشان ياخدوا الحياة من خلال وجودهم مع بعض في الجسد الواحد، وده اللي معلمنا بولس الرسول أكد عليه، إن إحنا جسد واحد. هل حد شاف ان في ممكن عضو كبد مثلا يحيا لوحده من غير الجسد؟ مش ممكن وهو بره الجسد. فاللي بيكره الناس ومش عايزهم معاه هيموت هو كمان، لانه مش عايز الجسد، بقية الجسد يكون معاه في الطريق، عايز هو لوحده، وده مش ممكن ابدا. فاذا الحياة ناخدها من خلال الله اللي اداني ان انا احبه عشان كمان احب اخويا، احبه واحب اخويا، وبالتالي يبقى جسد واحد. الله هو الرأس، يسكب الحياة فينا كلنا مع بعض، ويسكب النعم والبركات، ويمتعنا بالسلام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.